يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يسأل فيقول: أنا مبتلى بأنه ينزل مني قطرات بعد البول أعزكم الله لمدة 5 دقائق، فهل إذا توضأت بعد نصف ساعة وتأكدت من أن البول قد توقف وصليت المغرب، هل يجوز لي أن أصلي العشاء بالوضوء الأول أو لا بد من إعادة الوضوء؟ هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون ما يحصل منه من باب الوسواس، وله ما يخرج من شيء، لكن الشيطان يوسوس له أنه خرج منه شيء، هذا لا يلتفت إليه، استعيذ بالله من الشيطان. واليقين لا يزول بالشك، إذا كان متيقنا متوضئا بيقين ثم حصل له شك بعد الوضوء هل خرج منه شيء أو لا، لا يلتفت إليه. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يحس بالشيء أو يجد الشيء في بطنه هل ينصرف؟ قال: لا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، يعني حتى يجد العلامة الدالة على الحقيقة. أما مجرد الوهم اليقين لا يزول بالشك، هذه ناحية. أما القسم الثاني وهو الذي يخرج منه بول حقيقة، فهذا لا يستعجل الوضوء حتى ينشف ذكره ثم يستنجي ويتوضأ ويصلي، وإذا بقي على طهارته ولم يخرج منه شيء يصلي بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل.